أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الحلف على الزوجة كذبا لأن الكذب عليها من باب المصلحة؟ الكذب من باب المصلحة ما يحتاج إلى حلف، الحلف لا يجوز تحلف كاذبا، يحلفون على الكذب وهم يعلمون، لا يجوز الحلف كاذبا، لكن بالوعود والكلام الطيب وهذا لا بأس من غير حلف. نعم. أجيب لس كذا وأشري لس كذا وأنت غالية عندي وأنت كذا، هذا بدون حلف. نعم.